عليكم. احنا بعدا شعبة الاقتصاد، البارح دوزنا لور قبل عشية والإيكونومي في الصباح، كان داكشي طويل شي شوية بزاف، كتعمر بزاف بحركة تجمع شوية النقاط. والنهار الأول دوزنا الكونتابيليتي، الكونتابيليتي وبالعشية لونجلي، لونجلي هي اللي كانت شوية سهلة في هادشي كل. لغد لي دوزنا الماط في الصباح، الماط كان طويل بزاف، عيينا نكتبو مصايبة انا كنكتبو تا كتوافق المناهجيه اللي خدمتو بها في شويه كاين شويه كتوافق وشويه لا. هذا العام بتلونا شي حوايج، بتلونا بزاف. فهمتي كنا كنولفين كنخدموا وطنيه، كنخدموا بحال هكا كنخدموا وطنيه ساعات. مثلا الوطنيه ديال العام اللي فات واش كتاف؟ هذا العام بدلو بزاف، وغير الوضع البشري 30 عام وما كيحطوا، هذا العام ما حطوناش كاع صافي، المهم كنا مجزوات السياسه وشويه. المهم كتبنا داك الشيء اصحاب اداب مساك الله يسهل على كل شيء، الله يوفق كل شيء وصافي. ايوا نشدو الباكو ويكون خير ان شاء الله. لما الا جبتي شي نقطه مزيانه شنو كتسولها؟ لا جبنا شي نقطه زوينه نمشيو ندفعوا لي نسيجي داك الكتاب ان شاء الله، حتى الشعبه ديالنا فيها غير نسيجي الا جبتي مزيان، فيها بزاف د الحوايج. المهم بحال اش المهم انا تقد بحال هكا الا جبت 12 هكا في المجموع نمشي لواحد المدرسه في طنجه ايزي. المهم تاهي في سنه فيها الافق ديال السياح، تاهي في سنه فيها الافق مزيان كل شيء باغي وما يكون غير خير ان شاء الله. شكرا لك.